على الاهتمامات ديالها بمختلف قضايا الشأن العام والشأن المحلي، وضمنها القضية اللي تناقشوها اليوم والمرتبطة بجزء من التعليم وهو التعليم الخصوصي. فهذا اللقاء تدارسنا داخل حزب الأصالة والمعاصرة مختلف القضايا والإشكالات التي تعترض تعليمنا، وتقدم الحاضرون من مدرسين ومدرسات وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، تقدموا ببعض البدائل والمقترحات. ولا شك أن أهم نقطة تمحور حولها النقاش هي طلب الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالعملي الاجتماعية، وهو المطلب الذي نؤيده في حزب الأصالة والمعاصرة، لأن التعليم إيمانا منا بأن التعليم الخصوصي جزء من التعليم العمومي، وبالتالي لا بد لإخواننا وأخواتنا في التعليم الخصوصي أن يستفيدوا من خدمات هذه المؤسسة الاجتماعية لأنها مؤسسة خاصة بالتعليم. كذلك ناقشنا بعض الإكراهات التي يواجهها التعليم بشكل عام والتعليم العمومي وكذا الخصوصي بشكل خاص. وتوصل اللقاء أو انتهى اللقاء بملء استمارة ستعمم على الصعيد الوطني من أجل التعبئة للانخراط، للدعوة للانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالعملية الاجتماعية. وقد أكدنا في هذا اللقاء دعم حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم فاس لكل الخطوات التي تقوم بها تنسيقية أطر الأصالة للتعليم الخصوصي، وأشرنا إلى ضرورة مواصلة هذه اللقاءات وتدعيم التكوين والتكوين المستمر والتكوين الذاتي، لأن التعليم بالنسبة إلينا رافعة أساسية للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وكما تعلمون لا يمكن تحقيق التنمية بدون الرقي بواقع التعليم عبر إصلاح مناهجه وبرامجه وتحديد الغايات، وهذا يتطلب إرادة سياسية عميقة من طرف الدولة وكذلك من طرف الوزارة الوصية، مع انخراط كل الفاعلين من مدرسين ومدرسات، من إداريين، من جمعية الآباء، من قطاع خاص، من أجل النهوض بقطاع التعليم وإصلاحه. وهذا أملنا كمغاربة بشكل عام وداخل حزب الأصالة والمعاصرة بشكل خاص. وشكرا.